زراعة فاكهة الأفوكادو تثير أزمة برلمانية في المغرب، حيث طالب عدد من النواب السلطات المغربية باتخاذ إجراءات طارئة للحفاظ على الثروة المائية بعد ارتفاع صادرات المغرب من فاكهة الأفوكادو التي بلغت نحو 36 ألف طن، إذ يتطلب زراعة هذه الفاكهة كميات هائلة من المياه، بحيث تؤكد تقارير علمية أن كيلوغراماً منها يستنزف أكثر من 1000 لتر من الماء، في وقت يواجه فيه المغرب خطر أزمة حقيقية بسبب شح المياه.